موجة الأخبار من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية مفاجئة على مجمع مواقف السيرفيس بالمريوطية للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة القديمة وعدم زيادة أسعار المواصلات على مستوى جميع خطوط السير بدائرة المحافظة حفاظاً على حقوق المواطنين. وشدد اللواء أحمد راشد على المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مادية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك. قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى، حيث قال حسام حداد في البرنامج إن النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر، فهو يلعب باسمه كنادي مصري، وليس من الضروري أن يشجعه الجميع اليوم، ولكن علينا أن نلتف خلف المنتخب المصري الذي سيلعب خلال شهر من الآن مباريتين للتأهل لكأس العالم 2022. وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بياناً أكدت فيه أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة، وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام، ونتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية. كشف يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حديثه مع محمد صلاح نجم الفريق عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021. وقال يورغن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول بأنه قد عاد الآن وهو محبط للغاية، لكنه يتطلع إلى كل الأشياء القادمة هنا الآن. وأضاف بأن أول شيء أخبره به مو أنه مستعد للمشاركة مع الفريق. ويذكر أن منتخب مصر خسر نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال الأحد الماضي بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. شيع اليوم جثمان شقيق الموسيقار عمر خيرت عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بأكتوبر. ورحل المهندس أبو بكر خيرت عن عالمنا مساء أمس الاثنين عن عمر ناهز 76 عام بعد صراع طويل مع المرض. نهاية الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.